كنيسة سيدة لبنان المارونية في بروكلين تجمع الطوائف والمذاهب والجنسيات المختلفة للصلاة من أجل السلام في سوريا، ويضم مطرانها منصور دعاءه لدعاء بابا الفاتيكان لوقف عسكرة النزاع في سوريا. وجهاء الجاليتين السورية واللبنانية من كل الطوائف كانوا على رأس الحضور، وحضر القداس حاخام من بروكلين، وتحدث ممثل الفاتيكان في نيويورك. In asking God to give them the strength in their suffering. In asking God to bless them. In asking God to give them peace once again. الكل مجروحين بسبب هالحرب بسوريا يلي ما لها لزوم ابدا، كانهم عم يغرقوا السفينه اللي هن قاعدين عليها. كرة النار اللي عم زتوها علينا، العربين وغير العربين والاتراك والفرنسيه والامريكان، هيدي كره نار ما رح تصغر. سوريا جاره للبنان وجاره للاردن، وما في حدا اكبر من سوريا، ما في حدا ابدا إلا رب العالمين أكيد. نحن قاعدين عم نشتغل حتى لنقنع الإدارة الأمريكية إنه تسليح المعارضة ما هو الحل. سوريا وبقيادة الجيش تبعها وشعبها وحب لوطنهم سينتصروا على هالمحنة. كافة الطوائف أجمعت على الدعاء للسلام والمحبة للمنطقة من خلال السلام في سوريا.